بعد ما عملنا فيديو التأكيل بفول الحمام، ان انا اضغط الزغاليل بفول الحمام طبعا للزغاليل الكبيره علشان التسمين والذبح، جتني فكره، واللي جاب لي الفكره دي احد المشاهدين، اللي هو قال لي ما تبل الفول وتفرمه. فافتكرت حاجه كنا بنعملها زمان مع البط والوز، في الفلاحين كلهم عارفين الطريقه دي، ان هم بيزغطوا الفول او الفول والذره، وافتكرت فعلا ان احنا كنا بنعمل الحكايه دي في البط والوز، وكانت بتجيب نتيجه حلوه جدا زمان. فمن هنا جت لي فكره الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم، ازيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم مصطفى من قناه مشروعات صغيره وتربيه الحمام. فيديو النهارده فيديو التاكيل ده، تعال نبدا الفيديو. اعمل لايك واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان تشوف باقي الفيديوهات. هي الفكره لما جتني انا قلت بقى طبعا لازم نطور عليها ونحط التاتش بتاعنا. يعني الفكرة ان ده قلت اجيب الفول المدشوش، كلنا عارفين الفول المدشوش اللي بنستخدمه في الطعمية، تمام، بنبله عشان يبقى زي ده ويبقى سهل بعد كده يتطحن زي ما حضرتك شايف كده. ده الفول اللي لما تبل بعد كده تحطه في المطحنة وتطحنه، بيبقى بعدها زي عجينة الطعمية بالشكل ده، اللي هو اللي احنا طحناه وجهزناه ده. فبتطحنه بأنعم حاجة مرة واتنين، ممكن لو عندك مفرمة لحمة او كبة، وممكن بعد كده تحطه في الخلاط لو هو منعومش معاك قوي، وتحط ضيف عليه شويه ميه وتضربه في الخلاط كانك بتعمل عصير. احنا عايزينه بميه، انا ليه؟ لاني لسه هزوده ميه، تمام. بس ايه الاضافه كمان اللي انا ضفتها عليه كمان جديد؟ الاضافه بصلايه صغيره، المقادير من الاول اللي هي الكوبايه دي، تمام كده اتبلت واتعملت واتطحنت، بقت هو ده المبلول والمطحون. خلاص الكوبايه دي هنحط عليها بصله صغيره من اللي انت بتاع التمليح، بصله اللي بتملحه، اصغر بصله عندك. زائد هنضيف عليها برضو، ضفنا عليها فصين توم من دي، مش الراس كلها يا جماعه، مش راسين توم. الناس اللي عارفه فصين توم يعني ايه؟ يعني فصين كده، دول الفصين التوم، هتقشرهم وتفرمهم مع الخلطه اللي هي المطحونه، تطلع بالشكل ده، هتلاقي ريحتها جميله جدا. ميزه بقى الفصين التوم والبصله الصغيره دي، طبعا ناس كتير عارفه وبتعمل موضوع بصل والتوم وليمون، بيحطوها كجدول وقائي بيعملوه طبيعي. فانا فكرت ان انا ليه ما احطوش مع الخلطه دي، ومنها ان هو يكون مضاد حيوي طبيعي ووقايه للزغاليل ويقوي مناعتهم، حتى لو التاكيل ده تقيل او في حاجه عليهم هيكون كويس جدا ومفيد للحمام او الزغاليل. لكن برضو مش هستخدمها مع الزغاليل الصغيره، عشان محدش يقول لي ان عملت الزغاليل صغيره والزغاليل جرى لها حاجه. يعني هنستخدمها برضو مع الزغاليل اللي هي كنا بنستخدم لها الفول ده اللي انا قلت لك هنزغطها اسبوع قبل الذبح. الفول ده كنا هنزغطهم اسبوع وندبح، فانا برضو هستخدم دي اسبوع وندبح. كل ده يا جماعه احنا بندور على ارخص واسهل حاجه. طب ليه انا فكرت في كده؟ ما انا كنت شغال بدي، ما كنت شغال بالفول ده. الفول ده صعب لما يكون في كميه زغاليل، هو مفيد جدا واحسن حاجه، احسن حاجه هي دي. لكن انت لو عندك كميه كبيره هتزهق بسرعه، اما تمسك زغلول بزغلول تقعد تاكله واحده بواحده في بقه، او تحط له شويه زي ما انا بعمل كده، اللي ينزل ينزل، فعمليه صعبه شويه. اما ده فانا هعمله ازاي؟ اللي انا الخلطه اللي انا خلطتها دي هستخدم فيها سرنجه التاكيل اللي انا بستخدمها دي، سرنجه القسطره. الناس اللي ما شافتش معانا قبل كده، سرنجه زي دي بتجيبها ب 5 جنيه من الصيدليه البشري، وبيكونش معاها سن. لو معاها سن اعرف ان هي مش سرنجه القسطره، هي بتبقى كده وفتحتها واسعه بالشكل ده عشان تعدي معانا الميكس. طبعا حد هيقول لي انت ليه ما بتعملش بالميكس؟ هقول لك انا الميكس غالي شويه للحمام الكبير، فالزغلوله الكبيره، او هو غالي شويه للزغاليل الكبيره، الزغلوله الكبيره هتاكل منه كميه كبيره، فالكميه دي حوالي 800 جرام، ويعتبر ارخص ميكس ب 50 جنيه. يعني تخيل كده الزغلوله ممكن تاكلها الزغلوله الواحده مثلا مش هتكفيها اسبوع، فالموضوع مش هيكون مجدي معاك. فاحنا عايزين حاجه ان هي اسهل برضو وارخص، فانا فكرت في الفكره دي اللي هي الميكس بتاعنا ده. الميكس بتاعنا ده اللي هو بالفول، هنسميه برضو الميكس الفول. خلاص ميكس الفول ده اول مره حد يعمله، وزي ما قلنا هنسيب الميكس بتاعنا ده العادي لاي زغلول لبه، ما ينفعش الزغليل اللي بقى الا الميكس ده يا جماعه. لو كنت عملت قبل كده بالحليب فانا قلت لك لو لانقاذ الزغليل وما عندكش الميكس، كان معايا الميكس ومعايا المسحوق الحليب. لكن لو هتاكل مره واحده مثلا بمسحوق الحليب ما فيش مشكله، لكن مش على طول. وطبعا الزغليل اللي هي اللبه بنستخدم لها السرنجه اللي هي دي، ده اللي هو الميكس، والسرنجه اللي هي بالمبسم السيليكون، مش باي حاجه، ما تنفعش هتموت. طيب العلف، طب انت سبت العلف؟ لا انا لسه بزغط الخمس زغاليل اللي هم كنت بزغطهم بالعلف، بيجيب نتيجه كويسه جدا، بس ده بس للتسمين بس. فبرضه بدور على حاجه تكون اسهل. هو ده سهل ان انت بتنقعه في الميه وبتسيبه من 15 ل 20 دقيقه، لكن احنا بنجرب كل حاجه، بنجرب على كذا طريقه. طيب ده لسه برضه هذبحهم،
او هوزنهم لك قبل الذبح اللي هم الخمس زغاليل اللي كنت بزغطهم بالعلف الدجاج لمده اسبوع برضو، وبعد كده هنوزنهم قبل الذبح وبعد الذبح، لان زي ما قلت لك عايزين ان شاء الله نسمن زغاليل ونبيع زغاليل بالكيلو زغاليل اللحم. طيب هنستخدمها ازاي؟ ادي معانا اللي هو الميكس بتاعنا اللي هو المطحون او زي عجينه الطعميه، هنحط كميه منها في حاجه كده واسعه فليكن معلقتين دول بالشكل ده، وهنضيف عليهم تقريبا نفس المقدار ميه، بس ميه دافيه يا جماعه، حاول تحط ميه دافيه في الجو البارد اللي احنا فيه ده عشان الزغاليل ما تبردش منك. لو في الصيف مش مشكله اي ميه، لكن احنا في الشتاء ده لازم نستخدم ميه دافيه. حطيت الميه الدافيه خلاص ونبدا التقليب. لازم تقلبها كويس طبعا عشان تاخد الميه والميكس بتاعنا اللي هو ميكس الفول، الفول اللي اسمه فول مدشوش يا جماعه. اللي مش عارف يعني ايه الفول المدشوش، اللي هو الفول ده، الفول برضو بتاع الحمام اللي احنا الطبيعي او فول التدميس، بعد ما نقشره، بعد ما يتقشر بنعمله كده، يبقى هو الفول المدشوش ده، يعني فول مقشور احنا بنسميه عندنا في مصر هنا فول مدشوش. ما اعرفش بيتسموه ايه بقى الناس اللي في الدول العربيه او في دول الخليج، ما اعرفش هم بيسموه ايه، بس هو اسمه فول مدشوش. هنقلبها كويس، وكل ما تكون خفيفه افضل عشان تتسحب معاك، يعني حاول هديها شويه ميه كمان علشان تتسحب معايا. طبعا سرنجة التأكيل اللي بنستخدمها دي ممكن تتقل من حضرتك، فهتجيب شوية زيت طبيخ في اي قطارة، وكل مرة لو حسيت ان هي تقيلة هدي نقطة في كل ناحية كده، خلاص اهو، احاول ان السرنجة تمشي، وهسحبها دايما معايا قطارة الزيت دي على فكرة، احاول اسحب، لو شفت قلت هنحاول اهي مشت، شوف ازاي بقت مشت ازاي وبقت سهلة، سحبناها تمام. هو تلاقيها عامل رغاوي كده من البصل والثوم، اما تلاقيها عامل رغاوي كده اعرف ان ده البصل والثوم هو اللي عمل الرغاوي دي، تمام بالشكل ده. وان شاء الله الفول مفيش افضل منه في تسمين اي حاجه، البط، الوز، الزغاليل، اي حاجه مفيش افضل من الفول، الفول في التسمين. فطبعا احنا جبنا برضو الفول اللي هو المقشور. اجيب زغلول كده ونوري لحضرتك بتزغط ازاي. جبت زغلول اهوت، بسم الله ما شاء الله، زغلول لحم، يعني هو كان ضعيف شويه، الاهل مأكلينه حبه، فانا بقى ايه هنديله من الميكس بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله ماشيه تمام. انا كنت خايف ان هو بس يكون خشن ما يمشيش في السرنجه، الحمد لله ماشي، ولو مش ماشي قلبه كده وهتلاقي يركز منك اللي هو الخشن بتاعه. زغلول تاني اصغر، اقل حاجه ممكن تعملها اللي هو العمر ده يا جماعه، عشان ما تجيبش زغاليل اللي هي لسه بتاخد اللبن من الاهالي، ما تجيبش الزغاليل دي تاكلها اي تسمين، اي حاجه للتسمين ما تاكلهاش الا الميكس، الميكس بس، الميكس اللي تشتريه او تعمله لو انت تعرف تعمل ميكس يعني شاطر في عميله، لكن هيكون مجهد لك. علبه زي دي صغيره تبقى عندك للزغاليل اللي هي اصغر من كده، اما ده هتاكله اي حاجه من اللي احنا قلنا عليها. لو هتسمن هنسحب برضو، بنقلب في كل مره ونسحب للزغلول الثاني. بسم الله ما شاء الله اتسحبت تمام. ده اللي انا خايف منه ان هي تقول لي ما بتتسحبش في السرنجه، الوصفه اللي قال لي ما بتتسحبش في السرنجه بتاع العلف اهو اتحطت تمام، التأكيل بتاعها مظبوط. اللي قال لي ما بتتسحبش في السرنجة، السرنجة ما بتتسحبش، ممكن اتأكد ان انت جبت السرنجة الصح اللي هي سرنجة من غير سن، الحتة دي طويلة كده، الجزء ده طويل وتلاقي فتحتها واسعة عشان تتأكد ان هي السرنجة المظبوط وما بيطبعش معاها سن، واسمها سرنجة قسطرة. كل فيديو بقول الكلام ده يا جماعة، وبرضه ناس تقول لي السرنجة ما بتسحبش الميكس. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.